أكيد أنا أولا وأخيرا زي أي بنت بتمنى بالأسرة المستقلة اللي فيها شريك حياتي وفيها البيبي بتاعي اللي أنا بحب الأطفال قوي، وبتمنى اللحظة اللي أنا أكون فيها أم، بس أنا لسه مش لاقية الأب المناسب. من هو المناسب؟ والله يعني مش هتصدقيني لو أنا قلت إن هو يكون طيب وبني آدم طبيعي جدا ومتوازن في شخصيته، يعني عايزة كل حاجة فيه موجودة بشكل معقول، يعني طيب وحنين ويكون ذكي ومتفاهم معايا، يحبني ويكون عنده الاستعداد ان هو يتحملني ويعيش معايا الحياة كلها مش لفترة، ويكون بيحب الأطفال زيي. وايه كمان ممكن يكون او المفروض يكون متفهم لطبيعه عملك؟ لانها اكيد طبعا، يعني ما هو يكون ان هو هيفهمني، هيفهم طبيعه حياتي كلها، وانا ساعتها ان شاء الله هحاول ان اخليه اسعد واحد في الدنيا. يمكن اللي بيتعامل مع الوسط الفني بيلاحظ دايما وجود الوالده معاكي بحكم طبيعه شغلها في الاذاعه في البرنامج الاوروبي المحلي، يعني هي كانت السبب وكانت الفرصة اللي خلتني أنا أتجه للإذاعة والتلفزيون في أعمالي في برامج الأطفال، ومنها طبعا لما كبرت شوية ابتديت أخد أدوار كبيرة، فطبعا ماما كانت على طول، يعني ابتديت أشتغل عندي 15 سنة، فماما كانت على طول معايا لأن أنا كنت لسه صغيرة، والحقيقة طبعا كانت الأول تبقى خايفة عليا وقلقانة عليا، ولغاية النهاردة برضو ده موجود، ولو أن طبعا النهاردة أنا كبرت وبقيت مسؤولة والحمد لله في ثقة، ودي بتبقى أهم حاجة في العلاقة الأسرية. لامعة ليلى علوي، بتصور أن فترة الأجازات بتفضلي أنك تقضيها في انطلاق بعيدا تماما عن العمل وكل ما يتعلق بتسافري فيه؟ والله يعني حاجة من الاتنين، يعني إما بطلع برا أسافر برا زي بالنسبة للصيف كان باريس اليونان، وده بالنسبة للخارج، يعني أنا بسافر مرتين في السنة برا، مرة في الصيف ومرة في أول الشتاء كده، لكن الأجازات اللي هي القصيرة بقى والمستمرة في مصر هنا بقضيها مثلا في الغردقة، بروح الغردقة بحب جدا البحر الأحمر، بطلع مثلا اسكندرية الساحل الشمالي ممكن. الغردقة مشهورة بالغوص، علاقتك بالغوص يعني مشاهدة جيدة ولا بتمارسيه؟ لا هو الحقيقة أنا ابتديت إن أنا يعني أنا قضيت فترة كبيرة من البحر، ابتديت مش كدراسة يعني ما اقدرش بقى ان انا يعني اكبر الموضوع بيه، يعني بقيت اهتم، يعني بقيت اهتم كمان ازاي، اولا لازم ابقى عارفه انواع في الانواع السمك، في الانواع لازم تعرفي ازاي تتعاملي معاها، وفي انواع حلوه جدا ما فيش اي قلق منها، في انواع ضاره يعني لازم تعملي لها حساب كده يعني. انا طبعا اللي بنزل في منطقه واحده مش مانيش توسعت مثلا انزل في شرم الشيخ وفي الحتت دي، فعارفه الحته اللي انا بنزل فيها ففيها امان، يعني زي ما اكون خلاص حفظتها يعني. لكن ابتديت اتعلم حاجه تانية، اتعلم الصيد، بصطاد تسقيط وبالخيط وكده، فابتديت اطلع سمك بقى انواع انا عمري ما اعرفها، يعني زي ايه؟ بونجوز وابو لولو مثلا ومحسنه، وفي الشريفه وفي بهاره. ده ايه الفرق بقى بين كل نوع من هذه الانواع؟ يعني مثلا هم كلهم حلوين قوي، بس مثلا ابتدينا نلعب لعبه واحنا بنصطاد مثلا، ان واحنا بنطلع المفروض انت بتحس بتنزلي خيط بلاستيك كده بينزل على عمق مثلا 15 او 20 متر مثلا، وبتحطي بيبقى فيه الطعم بتاعك وبتستني لغايه ما بتيجي سمكه، فوانت بتشدي السمكه المفروض لو انت بروفيشنال يعني خبيره كده تقدري تعرفي ايه نوعيه السمكه اللي انت بتطلعها.
فابتدينا بقى نلعب اللعبه دي بقى، يعني مش بس كفايه انك تصطادي، لا تعرفي ايه السمك اللي انت بتطلعيه. ففي مثلا الابولولو والبونكوس بيبقى سمك صغنن، يعني مش احجامه مش كبيره. قد ايه تقريبا ابولولو مثلا؟ ممكن تبتدي من اول كده زي قد مدلة المفاتيح مثلا لغايه كده مثلا. والبونجوز نفس الحكايه. دولت خفاف قوي وانت بتطلعيه، يعني سهلين جدا. في مثلا المحسنه ممكن تبقى سمكه قد كده لكن تديكي احساس ان انت بتشديها وبعدين تروح شداك هي، يعني تعافر معاكي مره واحده، يعني تحس انها تقيله وبتتراوح، بتبتدي من كده لغايه ممكن تبقى كده. البهاره نفس الحكايه، عارفه كل سمك بيبقى من صغير لاحجام كبيره لكن مش احجام كبيره قوي. الشريفه برضو ممكن تبقى واحده تبقى طويله تجيلك لغايه تبقى اطول من ركبتك مثلا. الوانهم بقى واشكالهم فظيعه، يعني سبحان الله. عارفه مثلا الشريفه احمر في موف، الله البولولو ده اورنج كده بدرجات معينه بكريمي كده. في سمكه مره برضو طلعناها كانت غريبة جدا، دي كان اسمها ايه؟ كانت اسمها كنف. كنف دي كانت شبه السمك الخنزير شوية، يعني بتبقى كده ولونها فضي قوي، يعني فضي فضي فضي. بس بمجرد ما بتطلع برا ولو تحط فوقها شوية سمك تلاقي لونها بيسود يتغير. ودي كبيرة، سمكة كبيرة. في سمكة اسمها القمر. قد انت بقيتي فعلا خبيرة بقى، عندك معلومات جميلة عن يعني والله مش يعني هي معلومات اوام، ما اعرفش لما بتحسي بسعادة كده، او يمكن انا بحب الحاجات التغيير، بحب يعني لما اكون في اجازة احب انسى الشغل خالص، احب تنطلقي. بحس ان هي دي الاجازة فعلا، عشان تقدري ترجعي تاني لشغلك ومشاكلك والزحمه والدوشه وكل حاجه. ما فيش مره اصطدتي او طلعت لك في الشبكه حاجه غريبه، يعني مش سمكه؟ لا ما حصليش حاجه، بس هو مثلا ايه يعني اخر مره، يعني انا مثلا دلوقتي عندي تعويره هنا كده في ايدي. دي من ايه؟ دي من سمكه قرش. الله طلعت لك القرش. بس ما عرفتش الحقيقه، فشلت في ان انا اطلعه، يعني طلعت هي كانت سمكه تقيله قوي، فقعدت اجر فيها فرحتي بقى لما حسيتي انها تقيله، قلت بقى دي بس مش متوقعه تماما انها قرش. لا يمكن اتوقع يعني. فالمهم ايه، ندهت واحد يعني بروفيشنال صياد معانا اللي هو كان بيسوق المركب وكده، قلت له تعالى تعالى يا كرم، اسمه كرم، قلت له تعالى يا كرم شد معايا مش عارف. فبيشد كده والمفروض ان هو وهو بيطلعها القرش المفروض ان هو يعني هجومي قوي وقوي قوي طبعا. فبس هي مش سمكه قرش كبيره طبعا، كانت ما كنتش قدرت، هي طولها تقريبا 75 سنتي. فيعني قرش صغنن ببي يعني. فوانا بطلعها كده جه هو ساعدني، فهو بيطلعها فراحت هي اطمل الخيط وراحت منطوره، فهو رماها، يعني هو ما حبش ان تطلع، كان معانا اطفال وعارفه وماما وكده، فلو كانت طلعت عارفه بتبهدل المركب وتفضل تخبط نفسها يمين وشمال، ولو مثلا قعدت ساعه هاديه تلاقيها بعد ساعه تفتكر انها ماتت، هي ما ماتتش، تفضل برضو تعمل تخبط يمين وشمال. الحاجات اللي بنشوفها في السينما بقى تدربك بقى على الحقيقه في الواقع. لا بس دي حاجات يعني صغير، يعني مش حاجه كبيره، مش حاجه خطيره يعني. كان اول عمل ليكي ايه؟ كان اول عمل ليا كان مسلسل مع الاستاذه كيمو.